يعني بس عايز قبل ما انسى كنت عايز اقول الكلام ده في اول الحلقه، بقول يعني صدق رسول الله عليه الصلاه والسلام لما قال يليق يوم على امتي السنه كالشهر والشهر كالاسبوع والاسبوع كاليوم واليوم كحرقه سعفه النخل، البريده بتاعت النخل لما نحرقها فيها زيت بتحرق. كل سنه وانتم طيبين. احنا 24 يوم من رمضان فاتوا، كان امبارح رمضان، وهنكتشف يا ربنا يدي لحضراتكم العمر هتكتشفوا كده بعد شهرين ان رمضان الثاني جاي. المهم كل سنه وانتم طيبين وربي ينول حضراتكم العيد والعيد اللي بعديه وفي مصر احسن حال. الدكتوره حمده السيد، والنهارده الدكتوره حمده السيد مختاره لحضراتكم مجموعه من الاغنيات، من اغنيات الشاعر الكبير حسين السيد، والاغنيات اللي من الاغنيات التي فيها قصص وموضوعات. اسمها هي تحكي لنا، هتبقى افضل مني في الحكوه في الموضوع ده. مساء الخير يا دكتور. مساء الفل. احنا قلنا ان هو طبعا القاسم المشترك الاعظم في اغانيه هي الاغاني العاطفيه، وعشان كده كان لازم الحلقه دي نركز فيها عليها. مش بس بقى اغاني عاطفيه، هو كمان كان يحب الاغنيه تبقى فيها دراما، فيها قصه، في حاجات قصه واضحه جدا زي ساكن قصادي وفاتت جنبنا، بدايه واحداث ونهايه، وفي حاجات فيها موقف، فيها مش طرفين بس اللي هو واحد وبيحب واحده او العكس، لا في طرف ثالث بيجي سيرته من خلال الاغنيه. فهو دي فكره الاغاني اللي احنا اخترناها النهارده. طب اول واحده ايه بقى ان شاء الله؟ اول واحده بفكر في اللي ناسيني بتاعت الاستاذ الكبير محمد عبد الوهاب. طيب هتقول انت يا ابو العيله ولا احنا هنقول؟ بفكر في اللي ناسيني وبنسى اللي فاكرني، بفكر في اللي ناسيني وبنسى اللي فاكرني، وبهرب من اللي شاريني وادور على اللي بياني، على اللي بياني، على اللي بياني، على اللي بياني، على اللي بياني. بفكر في اللي ناسيني وبنسى اللي فاكرني، وبهرب من اللي شاريني وادور على اللي بياني، وادور ليه على جرحي وصاحب الجرح مش داري، واقول يا عين ليه تبكي ما دام الليل ملوش اخر، عذاب الجرح يحرمني من الدنيا اللي انا فيها، وطول الليل يرجعني لدنيا كنت ناسيها، اهجر حبايبي وخلاني وانسى قلوب عايشه عشاني، واروح ادور على ماضي كان ليا فيه يوم حب زمان، أشرب لوحدي كاس فاضي دايما بفكر فيه مليان. يعني هنا عرفنا على طول إن في شخص تالت هو بيدور عليه في الماضي، لكنه بالنسبة له زي السراب، هو كان حب زمان أشرب فيه كاس فاضي، أنا بس اللي بفكر فيه مليان. حبيب القلب يا ناسيني، يا فاكر قلبي بعذابك، لو أنساك يوم ألاقيني نسيت الشوق على بابك، يبقى ما نسيهوش لما ناسي الشوق على بابه، يعني بيضحك على نفسه. بحبك يا قاسي وحب انشغالي بحبك وعهدك على القلب غالي، وياما الليالي عذابها شكالي، وانت اللي عندي حبيب الليالي. الجزء اللي جاي بقى اللي هو بيلخص القصة في منتهى الإعجاز، ازاي هو لخصها في أربع أبيات وإحنا هنحكيها في وقت أطول. يعني صعبان عليا اللي نسيته لما قسيت اللي قسيته، ويا اللي هاجرني أتاري ذنب اللي جفيته، عايش في ظلم اللي هويته، بيخلصوا مني. فهو زي ما هو بيحب حد والشخص ده مش حاسة بيه، مش دريانة بيه، هو كمان في حد بيفكر فيه اللي هو شاريه لكن هو بايعه. فبيقول إن الموقف زي ما أنا قسيت من هجران حبيبي اللي أنا كمان سبته بيعاني نفس المعاناة. صعبان عليا اللي نسيته لما قسيت اللي قسيته، ويا اللي هاجرني أتاري ذنب اللي جفيته. الذنب ده موجود في مين بقى؟ عايش في ظلم اللي هويته، بيخلصوا مني. الله. فطبعا دي اهي كانت فيها ثلاث أطراف. هو بيحب
حد، والاول مره على فكره تيجي الكلام اللي بايع واللي شاري ده. يعني هو دي من الحاجات اللي هو بيحبها. برضو عمل للاستاذ عبد الحليم بيع قلبك بيع شوف الشاري مين. فاللعب بالكلمتين دول يمكن دي من اوائل الاغاني اللي فيها بفكر في اللي ناسيني وبنسى اللي فاكرني وبهرب من اللي شاريني وادور على اللي بايعني. هنا بس عايز اسال، هو كان طبعا الاستاذ حسين السيد والاستاذ عبد الوهاب كان يبدو من الصداقه هائله. طبعا والمؤكد ان الاستاذ عبد الوهاب لما اغنيه زي دي يشوفها ما سيبهاش لحد يعني. طبعا مش كده ولا لا؟ طبعا هو بص، هو كان دايما تقريبا بياخد اغلب الانتاج اللي طالع وبعدين يخزن لنفسه شويه. وفي حاجات ممكن تطلع بعد كده بفتره. يعني هو برضو يحتفظ بيها لغايه ما، سواء لغيره او لنفسه. لكن الفتره دي اللي هي يمكن النص الثاني من الخمسينات وبدايه الستينات عمل فيها حاجات تقيله قوي الاستاذ عبد الوهاب. عمل بفكر في اللي ناسيني، عمل فين طريقك، فين خي، فيها اغاني كده دسمه يعني. تقلي الأغنية الثانية بقى ننقل للفنانة الجميلة شادية، وأغنية برضو فيها ثلاث أطراف اسمها أنا عندي مشكلة، من ألحان بليغ حمدي. أنا عندي مشكلة. أنا عندي مشكلة، أنا ليا مشكلة، أنا عندي مشكلة، أنا ليا مشكلة، الحب جديد عليا وحكايته مطولة، والدنيا قصاد عينيا في الحب مقفلة، الحب جديد عليا وحكايته مطولة، والدنيا قصاد عينيا في الحب مقفلة، ياللي حبيته قبلي وصفتكم مشاكلي، ياللي حبيته قبلي وصفتكم مشاكلي، اروح لمين قولولي يحل المشكلة يحل المشكلة. فهي زي ما قالت انا عندي مشكلة، انا ليا مشكلة، الحب جديد عليا وحكايته مطولة، والدنيا قصاد عينيا في الحب مقفلة، ياللي حبيته قبلي وصدفتكم مشاكلي، اروح لمين قولولي يحل المشكلة. ايه بقى المشكلة؟ حبيبي قبل مني كان حب واتظلم، وقضى سنين طويلة في الهجر والندم، وانا في طريق حياتي لقيته في سكتي، وجيت حبيته اكتر من روحي ودنيتي، وقلت له انت عمري ونصيبي واسمتي، يبص في نور عينيا ويفتكرني هي، ويقول لي واحدة زيك زمان ضحكت عليا. كتير كتير حاولت اهون عذابه وارحمه، مش قادرة اوصل لقلبه ولا قادرة افهمه. شوف ازاي بقى بيورينا هنا الواحد لما يبقى ظنان وشكاك يفكر في ايه. لو اغلط مرة واضحك يخاف من ضحكتي، وان قلت كلمة يفضل يلوع كلمتي، حتى ان بكيت يقرب ويحلل دمعتي، وبدال ما يلين شوية يقول في واحدة تانية زمان كانت بتبكي بعدين ضحكت عليا. ففي الاخر بقى بتقول يا ناس قولوا الحبيب يا ناس حكايته يفضها، قولوا له الناس قلوبهم مش زي بعضها، في واحدة غيري قدرت تغير قلبها، أنا ذنبي إيه أقاسي واتحمل ذنبها، قولوا خلوه يديني فرصة وأنا موت حبها، قولوا له يحس بيا ويبطل ظلم فيا، وعمره مش هيندم لو سلم قلبه لي. الله. بقول خلوني تديني فرصة وأنا موت حبها، وأنا موت حبها. حبها اللي هو تانية. هو أنا ذنبي إيه أقاسي واتحمل ذنبها، خلوه يديني فرصة وأنا موت حبها، قولوا له يحس بيا ويبطل ظلم فيا، وعمره مش هيندم لو سلم قلبه ليا. على فكره هي قضيه، يعني هي قضيه قديمه جديده لغايه يوم القيامه. شيء طبعا طبيعي جدا ان ممكن واحد يعرف التجربه تفضل. لا يعني انا النهارده شاب اتعرف على واحده، ممكن كانت هي مخطوبه او كانت عارفه حد وما وفقوش. مش معقوله يعني مش معقوله هتقعد من غير ما تتجوز بقى. لا هو هنا كمان هو زي ما تقول حضرتك القصه انه في واحده هو ضحكت عليه خانته وغدرت بيه، فيعني عنده تجربه سيئه. هو عنده تجربه فما سيئة. مش بيدي امان. وحتى لو مش تجربه سيئه يعني الشيء الطبيعي المنطقي، وهو ده دور برضو الادب والشعر والحاجات دي،
شيء طبيعي جدا ان ممكن، انا مش معقول ان كل بنت حددناها كده لغايه ما تتجوز لوحدها، ممكن تكون لابد يبقى في تجارب، في تجارب ماضيه مش هيجري حاجه. كيف يفهم الطرف الاخر بالزبط. كيف يستوعب ويخرج من العقده، يعني الطرف الاخر يستوعب النهارده ان خلاص دي تجربه وعدت بالزبط. احنا دلوقتي احنا خلاص احنا من هنا بنبني حاجه جديده، لان ده المنطق وده ما هو الحاجات دي اللي كان بيحلها الفن صح. يعني هي حط ايده على حاجه، هي ما كانتش مجرد انه عامل اغنيه في رايي انا كلام، لان دي موضوع بيفتح حاجات كتيره، لانه ده واقع صح، ده واقع بيعيش منه الشباب يعني. ناس كتير بتعيشها بتعاصرها بالظبط. اغنيه برضو ذات ثلاث اطراف للفنانه الجميله ورده اسمها لازم نفترق، من الحان الاستاذ محمد الموكي. لها اسمين، يا إما لازم نفترق أو أول قضية حب، وبرضو اسمي يشد كده. أول قضية حب في دنيا الهوى، أنا وإنت يا قلبي اللي عشناها سوا. شوف وصف القضية بقى، قضية بين قلبين في دوامة ألم، أصعب ما فيها جرح بيعيش في نغم، وأحلى ما فيها دموع من غير ندم، وأمر شيء فيها أنا خصم وحكم. الله، اتنين حيارة عطاشة والقدر تالتهم، خدهم في موجة هنية قربت خطوتهم، شقوا ظلام الليل عدوا بحور الشوق، والموج شايلهم شيل جابوا القمر من فوق، وعشان يداروا فرحهم زرعوا السما لبلاب، وما فكروش ان القدر بينهم وبينه حساب، تاهت خطاويهم والموج غدر بيهم، لا نهار يصبحهم ولا ليل يمسيهم. كان مفروض في فيلم، معلش قبل ما أكمل، زي فيلم قديم للفنانة الكبيرة فاتن حمامة اسمه حتى نلتقي، كانت هتطلع هنا الفنانة وردة بصفتها مطربة وفي المخرج بتاع الفيلم، وهي هتحبه وبعدين بتكتشف انه متزوج زي بالظبط فيلم فاتن حمامة، فبتنسحب. فشوف الرقي بقى والجمال في التصرف يعني. فعشان كده هي بتقول قضية بين قلبين أمر شيء فيها أنا خصم وحكم. بتقول له ايه؟ يا حبيب قلبي يا ريتك كنت خاين، يا عزيز عيني يا ريتك كنت قاسي، كنت خليت الدموع تروي جناين، امشي فيها بقلب خالي وفكر ناسي، بس انت مش كده، انت اكبر من كده، انت خليتني اعيش حب عمره ما يتنسيش، لو حكيت للناس غلاوته ولا ساعة من حلاوته، ألف يوم ما يكفنيش. غلاب يا حكم القدر ملناش معاك حيلة، والحب ويا القدر دايما ملوش حيلة، مش هقولك الوداع، الوداع معناه حبايب عمرهم في الحب ضاع، وانت حبك جوه قلبي نار أقوى من الضياع. شوف الختام الجميل بقى، بس لازم نفترق. أيوة لازم نفترق، مستحيل يتهنى قلبي وغيري قلبه بيتحرق. الله الله الله، أنا طريقي من هنا وانت طريقك من هنا، وكفاية إني في يوم حبيت وخدت أكتر ما تمنيت، ساعات قليلة لكن حبيت، بس لازم نفترق. الله الله الله. في أستاذ لغة إنجليزية وأستاذ رئيس التبادل الثقافي للطلاب في الشرق الأوسط اسمه الدكتور محمد الكومي،
كلمني وعايز يعمل حاجة عن بابا وبحث. عارف اختار له ايه؟ هو بيحبه جدا، القيم في شاعر حسين السيد. القيم، القيم ما هي دي شوف يعني. احنا شوف القيم ده موجود في حاجات كتيره، في حتى اللي مين قال لك تسكن في حريتنا بتقول تشاورني عشان انزل اقابلك يا اخي بعدك، بيتنا ما هو جنب. يعني قعد يجمع حاجات فكره جميله. لو حتى الاغنيه اللي فاتت يعني، حتى الاغنيه دي يعني حتى في الاغنيه اللي فاتت إن بس لازم نفترق، مستحيل يتهنى اللي فاتت وحتى في اللي قبليها لو هي بتقول له يعني طب اديني فرصه وانا اثبت لك يعني برضه قيم، ما تظلمنيش بظلمها برضه بالظبط. الأغنية الجاية بقى يا أستاذ إبراهيم اسمها فنجان شاي مع سجارتين. فنجان شاي مع سجارتين ما بين العصر والمغرب، فنجان شاي مع سجارتين ما بين العصر والمغرب، نظر الشوق في نار قلبين مع السكر بتتقلب، فنجان شاي مع سجارتين ما بين العصر والمغرب، فنجان شاي مع سجارتين ما بين العصر والمغرب. كان صديق شخصي للوالد وكانوا قاعدين فعلا بيشربوا شاي في كانوا يعني بيروحوا في فندق شيبرد، كان في حاجه على التراس كده تحت قدام النيل، وبابا طبعا قهوه، والاستاذ موجي شرب فنجان شاي، فبابا بيقول له ايه ده يا موجي انت شربت سجارتين بمزاج قوي والغروب قدامنا، ده تنفع اغنيه يا اخي فنجان شاي مع سجارتين. قام الاستاذ بوجي قال له بس ما بيبقوش اتنين خناشير زينا يعني. ففعلا الاغنيه دي بقى حتى لما اخرجت اخراجها جميل جدا، الاستاذ محمد سالم اعتقد طلع الاستاذ الموجي، هو طبعا من الاغاني القليله اللي غناها بصوته، وطلعه زي ما يكون هو بيبص على المنظر وبيحكي، يعني هو مش طرف منهم، هو بيحكي اللي هو شايفه. فنقراها لانها جميله جدا جدا. فنجان شاي مع سجارتين ما بين العصر والمغرب، ونظرة شوق في نار قلبين مع السكر بتتدوب، وصورة حب مرسومة في قعدة صيف، ما نعرف مين كان الداعي ومين الضيف، كان الحب عازمنا وبيراوغ بقاله سنين، صدق ويانا في اليوم ده، جرينا وكاننا رايحين لحد هناك وزاغ منا وسابنا لوحدنا قاعدين. يعني كانه ما احناش عارفين فعلا هو مين اللي قال للتاني يجي، مش عارفين، ما نعرفش مين الداعي ومين الضيف، هو الحب رتبها ولما جمعهم مشي وسابهم. تكر على الله. فضلت اشابي على كلمه عايزه اقولها، شوف كلمه اشابي دي، واترجى فكري يساعدني علشان اطولها، راح فين الكلام اللي عايز احكيه لحبيبتي؟ هيتقال امتى يا قلبي اذا ما اتقالش دلوقتي؟ اتاري الفكر كان سارح وواخد عقلنا ورايح في صورة القعدة اللي احنا بنرسمها من امبارح. يعني هو قاعد يفتكر ويقول هقابلها وهتكلم وهقول وعمال يتخيل، ولما جه مش عارف يتكلم ولا كلمة، فين الكلام اللي كنت عايز اقوله؟ بصيت لفنجانها لقيته عمال ينقص وفي ايدها ساعة بتستناه، ما رضيتش اكمل فنجاني لحسن يخلص وتخلص القعدة وياه، يعني مش عايزة تحس انه خلص لا تقوم. داريت مرور الزمن في ايديها بايديا، يعني كانه غطى الساعه عشان ما تشوفهاش، داريت مرور الزمن في ايديها بايديا عشان اخلي الزمن ساعتي انا وهي، قلت احنا لسه بدري خليكي شويه، انا عندي كلمه، قالت له عارفاها ما تقولهاش، لا عايزه اقولها سمعاها ما تنطقهاش، انا حاسه بيها وعايشه فيها وجيت ارد عليك وعليها فنجان شاي. الله الله. بسالهم يا استاذ ابراهيم في الاذاعه يا جماعه الاغنيه دي ما بتتذاعش ليه؟ لا اصل معلش اصل فيها سجاير. لا لا عيب. قلت لهم ده احنا يعني خدنا كورسات في المخدرات في التلفزيون لما لا 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 ده فعلا ما شاء الله على الاذاعه واخدين بالهم قوي. بس الحقيقه كانت فكره جميله، قصه برضو ان اتنين ما اعترفوش بحبهم لبعض وترتبت اترتب لقاء وبياخد وهو عمال يروح ويجي وعايز يقول، فقالت له ما تقولش يا عم بالظبط ما انا جايه جاي ارد عليك وعليها بفنجان شاي. بعد كده نتنقل لاغنيه جميل قوي الاستاذ عبد الحليم حافظ الحان الاستاذ عبد الوهاب من فيلم بنات اليوم، يا قلبي يا خالي.
قلبي يا خالي جاوب عن سؤالي يا قلبي يا خالي جاوب عن سؤالي مشغول من ايه وشغلني ليه مشغول من ايه وشغلني ليه دي كل الأغاني اللي بنقول بقى في حوار بينه وبين قلبه. بس الجميل قوي كيف وظفت في الفيلم، فيلم بنات اليوم، فهم بيغنوا وهو بيسأل قلبه هو إيه اللي حصل، أنا حاسس بحاجة جديدة، هو أنت بتحب ولا يعني هذا المعنى يعني. هو بيركز في مين؟ في الفنانة أمال فريد وابتدى يحبها، ماجدة بتبص لعبد الحليم هي بتحبه، أحمد رمزي بيبص لمجدة، وفي ممثلة كريمان بتبص لأحمد رمزي. يعني المخرج عمال في خلال الأغنية ما بتتغنى إنها تنطبق على كل واحد منهم، بس كل واحد منهم في عالم، كل واحد منهم اختار حبيبه مختلف يعني. يا قلبي يا خالي جاوب عن سؤالي مشغول من إيه وشغلني ليه، ليه يا قلبي ليه، الدنيا في عيني كانت حلوة، إيه اللي زود حلاوتها وإيه اللي خلاها غنوة وإيه اللي خلاك غنتها، تفوت عن نور تقول مش نور وتعشق نور سواد العين، ويجي الليل تحب الليل وتنسى الفجر يوم واتنين. ما يكونش يا قلبي اللي بيجرى على غيرك هو اللي جرالك، ما تكونش قابلت عينيه مرة ومعاتهم كان مش على بالك، وتنكر ليه شاور لي عليه أشوفه معاك واروح وياك، تقاسي النار وأنا محتار وليه تحرمني أقاسي معاك. الله. يا قلبي يا قلبي يا خالي. فدي برضو من الأغاني اللي سابقة عصرها لحنا طبعا وقصيرة، وفي الفيلم متوظفة جميل جدا زي ما بقول لحضرتك، الحيرة في الحب بين كل أطراف الفيلم. وأنا ملاحظ برضو من الأغاني اللي عملها الأستاذ حسين السيد للأفلام كانت للأفلام يعني، وتنفع الهدية، انما كانت هي متوظفه يعني مش محشوره الفيلم، لا هي من سياق الفيلم حقيقه بالزبط. وفي نفس الوقت هي بتعبر عنه جدا، ولوحديها لما تتاخد هي حاجه صنطوطه لوحديها بتمشي، ولو شلتها من الفيلم ممكن الفيلم يتقصر يعني، ممكن يعني ينقص ما هي جزء جزء من السياق بتاعه بالزبط بالزبط. بعد كده نيجي الاغنيه من الحاجات الثقيله قوي الجميله للفنانه فايزه احمد، اسمها وقدرت تهجر، يعني الأغاني الكلثومية الطويلة. الحان الأستاذ عبد الوهاب طبعا. وقدرت تهجر يا قلبك، وقدرت تصبر يا بختك، ونسيت حياتي وسنين حياتي، وقدرت تهرب من ذكرياتي، روحي أنا ليه بس أنا ما قدرتش أنسى يوم ولا ساعة هنا، وبيلوموني ويقولولي ليه ما عملش زيك وانسى حبك ليه، هو اللي حبك وشاف حلاوتك حينسى إيه بس ولا إيه، اللي بيلوموا عليا ويقولولي أنسى حبك يعرفوا ايه عن حياتي اللي دابت حب جنبك، ايامي كانت لها الف معنى، دنيا ومرسومه احلام، ما كانتش دنيا دي كانت جنه، والحب كان هو الرسام، كنت اشوف الورد بيفتح بحب بين ايديا، كنت اقول على الشمس بتروح تحب في دنيا تانيه، كانوا كل الناس عرايس لابسه حب ورايحه جايه، كان ساعات الود ودي من هنا الحب اللي فيا عايزه افرق منه للدنيا عشان ده كتير عليا. اللي حبوا قدروا ينسوا، قدروا ينسوا ازاي وليه؟ ده انت غايب بس حبك ليل نهار بتغنى بيه، واللي يهوى الحلو لازم يرضى بالمر اللي فيه. الجميل بقى الكوبليه اللي جاي ده، عشان بتقول لهم عايزيني انسى زي ما هو نسيني، ازاي؟ انساك ازاي؟ ازاي انساك؟ ده انا لو قلبي ينساك العين ما بتخبيش، وعينيا لو تنساك الفكر ما يسيبنيش، والفكر لو ينساك الشوق ما يطاوعنيش، والشوق لو كان يطاوعني حبك ما يرحمنيش. الله الله. فيعني دي برضو من الاغاني الرومانسيه الثقيله قوي يعني. نيجي بعد كده
برضو أغنية تانية إحنا عندنا، عايز حضرتك تقول فاتت جنبنا ولا نقول في أغنية جميلة قوي؟ ناخد حبك جبار، حبك الجبار جميلة يا حلوة يعني ديت، وبعدين بعد كده فاتت جنبنا. أوكي، حبك الجبار دي للفنانة نجات ومن ألحان بلي حمدي، والمقدمة الموسيقية بتاعتها عاملة زي أغاني أنت عمري وكده. حبك الجبار، حبك الجبار عاشق دلوقتي حياتي، قلبك اللي ورضاه، قلبك اللي ورضاه. أول حاجة قابلتني في حياتي حبك الجبار، آخر حاجة دلوقتي في حياتي قلبك الغدار. صورة حلوة وصورة مرة مرسومين لي في كل حتة، عايزة أنسى، لازم أنسى، أيوة حنسى، بس إمتى؟ تصدق بإيه؟ أنا كنت عارفة إنك هتهجر، معرفش ليه كان قلبي دايما بيقول هتغدر. شوف بتصور بقى إزاي الواحد يبقى رايح يقابل بمود، وإزاي هو بإيه بيكبسها وبيقلبها خالص لطريقة تانية. أشوفك وتبقى الفرحة سبقاني، وقابلك ألاقي الفرحة لون تاني. أول ما تكلمني الضحكة تروح مني، وأحس إني بعيدة، ونهار ما تريحني تجرحني وتسيبني على شوقة وتنهيدة. من هنا كانت ظنوني محيراني فيك، من هنا كان خوفي منك وكان خوفي عليك. مش عشان بنسى وافكر فيك ساعات يعني سامحتك، لا. مش عشان دايما بجيب سيرة اللي فات يعني سامحتك، لا. يا ما قلبي صارحني، يا ما قلي وحشني، كل ما انسى وهوده جرحه يصحى لوحده، يفتكرك بعذابك وبسهره على بابك وانت بتقسى عليا، ويفكرني بحالي وبايام وليالي شوف عملت ايه فيا. يعني لما بتفتكره بتفتكر ايه؟ العذاب. يفتكرك بعذابك، ما يفتكركش بحاجة حلوة، وبسهره على بابك وانت بتقسى عليا، ويفكرني بحالي وبأيام وليالي شوف عملت ايه فيا. من هنا كانت ظنوني محيراني فيك، من هنا كان خوفي منك وكان خوفي عليك. الله الله، برضو من الأغاني يعني تقيلة، يعني عندها يعني دسمة كده بالنسبة هو للأغاني. قبل ما نروح لفاتن جنبنا، هو أنا ملاحظ إن الأستاذ حسين السيد كان دايما يحب يعني ايه برضو يعني زي فاتن جنبنا ولولا ان غيرها انما يعني هو دايما في الحجر بتاع ده قاطع حاتم كان كان مش كده ولا حاسم قوي لا صح. ما هو بس بص، ما احنا قلنا برضو مره قبل كده حمال الاسيه بتاعت الفن الجميله فايزه احمد كانت لحاجه تانية بقى. قلنا ساعتها انها كانت بتقول بتعذر وبتسامح وبتغفر، وقلنا الناس مواقف والناس طباع، وفي اللي يستاهل السماح وفي لا. في الشوق والحب برضو ما سامحتش. طيب يلا يا ابو العلا، فاتت جنبنا. فاتت جنبنا. وعرفت طريقها، عرفته وشقيت على بال ما عرفته، عرفته وعرفت طريقها، عرفته وشقيت على بال ما عرفته، عرفته وبعدت كلمتين مش اكتر من سطرين، قلت لها ريحين قولي لي انا فين، وبعدت كلمتين مش اكتر من سطرين، قلت لها ريحين قولي لي انا فين، وبعدت كلمتين مش اكتر من سطرين، قلت لها ريحيني قولي لي انا فين. دي بقى كمان ليها قصة بقى، اللي هو فاتت جنبنا واحنا هو مع صاحبه وبيشوفوها وهي بتبتسم، فكل واحد منهم حاسس انها بتبتسم له، فهو كمان في حيرة، فبيقول فاتت جنبنا انا وهو وضحكت لنا انا وهو، رديت وكمان رديت وفضلت ارد لحد ما فاتت، كأنه نسي نفسه خالص ونسيت روحي، وصحيت اتريها خدت الشمس وغابت، وانشغلت وقبل ما يطول انشغالي رحت سائل روحي واحترت في سؤالي، انا بفكر ليه وبشغل روحي ليه،
أعرف منين إنها قصداني أنا مش هو، وأعرف منين إن الضحكة دي مش له هو، وليه أنا ليه مش هو مش هو. مرة تانية برضو صدفة كنت أنا وهو في طريقنا، شفنا خطوة حلوة جاية وظل تالت بيسابقنا، التفت لقيتها هي حاجة مش معقولة هي، وابتديت أسمع في قلبي لحن حب جديد عليا، سمعت منها كام كلمة ما قالتش منهم ولا كلمة، بس أنا حسيت والأول مرة بعيش وبحس، ولقيتني بدوب في كلام الهمس اللي ملوش حس. ضحكت تاني نفس الضحكة وراحت ماشية، زي الدنيا ما تيجي في ثانية وتمشي في ثانية. بصيت لصاحبي لقيته جنبي وما هوش جنبي، عايز يقول كلمة قالت جوه في قلبي، كنت عايز أسأله هو كمان حس بيها وانشغل، ورجعت أقول أنا بفكر ليه وبشغل روحي ليه، أعرف منين إنها قصداني أنا مش هو. روحت مش عارف مالي، معرفش إيه اللي جرالي، فرحان عايز أضحك، مهموم عايز أبكي، لا دموعي طايلها ولا لاقي حد أشكي. حبيتها أيوة أنا حبيتها، مش قادر أنسى ضحكتها، مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها، كان فين اليوم ده غيب عني، تسلم لي وتسلم ضحكتها. وبعد يومين ابتدى قلبي يصحى من الفرحة وصحاني، يسألني امتى هنشوفها، وانا اقول له نشوفها فين تاني. والليالي دوبتني وشيبت فكري وزنوني، لما طيف الغيرة شفته بيترسم قدام عيوني، ان لقيت صاحبي بيضحك اقول دي لازم قابلته، وان لمحت في عينه شكوى اقول دي لازم خصمته. ما لقيتش طريق قدامي رحمني قدامي يرحمني من العذاب، غير اني ادور واسال واعرف منها الجواب، وعرفت طريقها عرفته، وشقيت على بال ما عرفته، وبعدت كلمتين مش اكتر من سطرين، قلت لها ريحيني وقولي لي انا فين. وداني الرد يا ابو العلا. خليك معايا احسن. وجاني الرد ولقيتها بتستناني، وجاني الرد جاني ولقيتها بتستناني، وقالت لي انا من الاول بضحك لك يا سمراني يا سمراني. وجاني الرد بتستناني وقالت لي انا من الاول بضحك لك يا سمراني، زي ما حضرتك كنت لسه بتقول، هو كانت النهايه مش هتبقى كده، كان هينسحب هو برده، كان هينسحب هو برده، عشان كان عم حسين السيد برده صدمه، هيقلبها نكد يعني، احنا كده على اللي خلفونا ساعتها تضحيه بقى. فطلع من الاوضه بيضحك بعد مكالمه مع الاستاذ عبد الوهاب، قال الاستاذ عبد الوهاب مش مبسوط، بيقول لي انت هتنكد على الناس في العيد ليه، ومين دي بقى اللي هتسيب عبد الحليم وتحب صاحبه؟ فيعني راح دخل، والله ما قعدش، يمكن يعني اسرع حاجه شفته كتبها، وطلع بالقصه دي. حتى انا في الاول كده ايه ده بس كده خلصت، قال لي خلصت. وفعلا كان لها رد فعل في المسرح، مش معقول الناس مستنيه بقى، اصل هو ما كانش عبد الحليم، هو كان كل واحد يحس ان الموضوع بتاعه بالظبط، ان هو اللي فاز. هو انا كنت بقول لك ان هو كان دايما بيحب يعني كان بينكد على الناس في العيد برضه يعني. لا اتغيرت بقى. فهو نادي الرد ده، قالت له من الاول بس استناك يا سمراني بالظبط. يا دكتوره وقتنا خلص، ويعني مش عارف اقول لك ايه، انما انا شخصيا انا سعيده جدا بالحلقات دي، وحاسه ان يعني حضرتك بتعمل احياء لتراثه والتراث الجميل بتاع شعرائنا كلهم بتوع زمان، حاجات كنوز احنا لازم نمسك فيها كده. انا طبعا ان شاء الله احنا هنرتب، وتحضري حضرتك ان احنا نبتدي ناخد مثلا الاستاذ مرسي عزيز بميل، يا سلام حاجه جميله، فنبتدي كده ونبتدي هذا الموضوع. هو الهدف من هذا الموضوع دكتوره حمد الحقيقه، ان احنا طالما في تراثنا شيء جيد، وطالما في تراثنا كلام جيد وكلام محترم وكلام بيخاطب العقل وبيخاطب المشاعر ودون ابتذال، وطالما ان هو في الوقت بيحل مشاكل، وطالما انه بيعمل الكلام ده كله، كيف نترك ده وان احنا نسيب نفسنا للكلام الهابط اللي احنا بنسمعه؟ عايزين نفكر الناس، هيقولوا لنا لا طب ما هو هنجيب حسين السيد من، لا عايزين ندي فرصه لكل من هو الارض اللي طلعت حسين السيد، وهتطلع حسين السيد تاني وتالت ورابع ان شاء الله الى يوم الدين. فاحنا لما بنقول ده على الاقل الناس تبقى عارفه ان احنا
عملنا ده ونقدر نعمل ده وعلى الاقل نتمسك بده. مش ممكن ننسى. واللي بيسمع يا ابراهيم بيه يبقى عارف انه يستحق انه يسمع حاجه احسن من كده بكتير. ده اللي انا عايزه. الشعب الوطن اعلى من كده. مصر تستحق ان يبقى الكلام اللي بيتقال احسن من كده. اكيد. انا بشكر حضرتك جدا جدا جدا. ربنا يخليك. ميرسي يا فندم. كل سنه وحضرتك طيبه. وبشكر حضراتكم. تصبحوا على خير.